هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء في انطلاقات هذه الانطلاقات المسائية وشوطنا الذي تارت مسيرة فعالياته في هذه اللحظات. هذا الشوط الثامن أو الشوط السابع في انطلاقات هذا المساء خاص بالجعدان المحليات الأصايل لتنطلق هذه اللحظات بهذه الأعداد المميزة والأعداد الكبيرة في انطلاق يتواجد فيها أو تتواجد فيه شعارات مميزة وشعارات مغمورة بالتحدي ومغمورة بالمنافسة دائما وحب الاستطلاع وحب الفوز والناموس. نسير ونبحر بحضراتكم إلى بداية هذا التحدي وما يدور من منافسات على ملاقات هذا الشوط. عالي لان في المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. عملية التضمير تعود للصادق فضل الأمين، هو من يسير ويحتل صدارة الشوط. بينما المركز الثاني من الجانب الآخر هناك يتقدم لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، لكن نشاهد شعار سمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم في المركز الثاني، بينما في التضمير سيف بن أحمد بن خريدة ليقدم لنا شاهين على ثاني المراكز. المركز الثالث الانتقال التالي إلى شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، يضمر شاهين حمد بن علي العويسي. والمركز الرابع في الانتقاله القادمة نتجول مع القدمة، لكن نعود إلى لمح البصر. مروا عبر كل خطر، هنا بر وبحر، لكن لا زالت الأمور والأحوال مشاهدينا الكرام هناك في صدارة الشوط في مقدمة هذا الشوط. حتى هذه اللحظات تتقدم هذه الأسماء، تتقدم هذه النوعيات، ولمح البصر لا زال المتقدم والمسيطر على المركز الأول اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عملية التضمير بسري بسالة بالعرض الحميري، لكن عاد عالي مولع 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 ولع الشوط ولع الشوط في هذه اللحظات. هو مولع مشاهدي الكرام، هجن العاصفة غير الى المركز الاول، لكن هناك عالي اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، هناك الصادق فضل الامين من يتابع في عملية التضمير، وعاد مسري ليقدم لنا لمح البصر لسمو الشيخ راشد الحمدان بن راشد المكتوب. هذه الثلاثية القادرة على انتزاع المركز الاول حتى هذه اللحظة، لكن مولع بدأ في الانفراد، بدأ في التحرك مشاهدين الكرام عندما سمع الكلام، عندما سمع التحركات، عندما تكلموا يعني انطلاقة الفوز وانطلاقة الناموس والانتصار. مولع الهجن العاصفة، لكن هناك حذاري أسماء قادمة. يا سلام، ها هو اللي قادم، إياس لسمو الشيخ مكتوم الحمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة، ولكن يبقى مولع، هو مولع بالفعل على صدارة هذا الشوط، ولع حرارة الشوط، ولع انطلاقة الشوط بالفوز والانتصار، ليهدي هذا الفوز إلى هجن العاصفة على ما تقدمه وتأتي به من سبق ونوعيات مميزة. تهاني للهجن العاصفة، والتهاني إلى الواثق حمد بن راشد بن غدير. لمح البصر بالمركز الثاني اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. ثالث المراكز يأتينا مياس اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع اسمه الشيخ نهيان بذياب بسيف النهيان. والمركز الخامس يصل فيه مشاهدي الكرام صوغان اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. في هذه الانطلاقة نعود إلى مولع وتوقيته الزمني 9 دقائق مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات 38 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما اللي يوصل في المركز الثاني 9 دقائق 38 ثانية 9 أجزاء من الثانية مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم على فوز لمح البصر. بينما نهني ما المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز الثالث اللي وصل من خلاله مياس اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان راشد سعيد مكتوم 9 دقائق 39 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. ثانينا كذلك والناموس والانتصار إلى المضمر محمد بن سعيد بن حلوة في هذا الانطلاق.